صباح الخير ويعطيك العافية. طب احنا اليوم راح نبلش بموضوع الـ AC machines. أخذنا في المحاضرات السابقة الـ DC machines الـ constructions والـ analysis عليها، كيف نحسب الـ voltage والـ current وما شابه ذلك. بالنسبة للـ AC machines، في البداية راح نحكي بعض الـ fundamentals لهذه الـ machines، وهو طبعا مشابه في كثير من الحالات للـ DC machines، في بعض الشغلات مشابه. أوكي، لكن خلينا نشوف ما يميز الـ AC machines عن الـ DC machines. أول شيء rotating magnetic field. الماجنتيك فيلد produced in AC machines، what I mean هون three phase machines is rotating. مرة ثانية الماجنتيك فيلد هو rotating، بلف يعني، وليس مثل الدي سي كان ثابت اتجاهه. في الاي سي ماشينز هو بلف. كيف؟ اذا دخلت 3 فيز سيت اوف كرنتس، انت بتعرف 3 فيز هو عباره 3 كرنتس داخلين او طالعين، اوكي، زي ما انت شايف هون مثلا. لو اعتبرنا انه هذا هو ستيتر، لو اعتبرنا انه هذا ستيتر، اوكي، وانا بتكلم عن 3 فيز، بالمنطق 3 فيز معناته بده يكون عندك 3 ويندنجز. بالمنطق 3 فيز بده يكون عندك 3 ويندنجز، هي 3 فيز. اطلع هون، هاي هذا الجزء اعتبره ستيتر، اوكي، وهاي الفيز A وهاي A برايم. هذا الفيز ملف الاول ويندنج للA، هاي B B برايم، وهذه C سي برايم. فبالتالي عندي ثلاث 3 ويندنجز او ثلاث ملفات موضوعين، هاي الثري فيز ثلاث ملفات موضوعين لكن بزاويه يفصلهم عن بعض 120 درجه عشان يكون بالانس سيستم. ثلاث ملفات موضوعين بالستيتر، اوكي. ليش طبعا بحكي هون عن الستيتر ما حكيت عن الروتر؟ لانه اذا بتتذكر في الارمشر في الاي سي ماشينز هو الستيتر، اوكي، على عكس الدي سي ماشينز. الستيتر هو في الملفات الارمتشر، هو اللي بيدخل فيه الكرنت الاساسي او بيولد كهرباء وبيطلع منه في الستيتر، عشان هيك انا بحكي عن الستيتر وهو الارمتشر. فبالتالي هي عندي ثلاث ملفات، هي فيز A وهي B، طلع بعد عنه 120 درجه، وهي C. فبالتالي ثلاث ملفات موضوعين الزاويه بينهم 120 درجه، اوكي. إذا دخلت على كل ملف، طلع هاي دخلت الـ IA، هذا كرنت دخل في الملف الأول، أوكي، هذا داخل، طلع هذا انتو وهي أوت بالبيج، هذا هو فيز 1 أور ويندينج A، وهي IB وهذا الـ IC. فبالتالي إذا عندي ثلاث 3 ويندينجز موضوعين بزاوية 120 درجة ودخلت عليهم كرنت الزاوية ما بينهم 120 درجة ومتساويين في القيمة، راح ينتج لي روتيتنج ماجنتيك فيلد، راح ينتج روتيتنج ماجنتيك فيلد. مشان نثبت هذا الشيء بشكل سريع، طبعا خلي بالك البولز هون فيش عندي أقطاب مغناطيسية زي ما كنت متعود في الدي سي، لاحظ اللي بيحكم الأقطاب المغناطيسية هو وضع الملفات، انت كيف تضع الملفات. في حالة الدي سي كان عندي ان اس مظبوط، يكون البولز بارزين واضحين، ولكن هون في حالة الستيتر فيش عندي اقطاب، اوكي، ما في عندي. لكن كيف بتم تحديد الاقطاب عادة؟ من خلال كيف وضع الملفات، انك تدخل فيهم كرنت، اوكي. على اي حال، مشان نثبت انه روتيتنج ماجنتيك فيلد في الاي سي ماشينز، طلع هاي مجموعة الكرنت عندي اي 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 بي اي سي متساويين في القيمة اي ام وساينوسويدال ويف فورم، ساينوسويدال، ولكن ايش بيختلفوا؟ ب 120 درجة. هاي هي الكرنت، دخلنا 3 فيز متساويين في القيمة حسب ما حكيت هون، متساويين في القيمة وبيختلفوا 120 درجة، وهي يختلفوا 120 درجة. طيب
الآن لو بدك تشوفوا كيف راح هذا مرور الكرنت في وايندينج أو في ملف راح يولد لي ماجنتيك فيلد بأي اتجاه. طلع بالنسبة للفيز A إذا الكرنت هيك راح يولد ماجنتيك فيلد هيك. طيب هذا الفيز B هيك داخل، وين الإبهام راح يكون؟ في هذا الاتجاه عمودي عليه. هذا سي الكرنت داخل هيك راح يولد مجال مغناطيسي بالطريقة هاي. يعني اعملها، لو عملت أربع الأصابع مع اتجاه الكرنت والإبهام هو راح يحدد لك اتجاه المجال المغناطيسي. فبالتالي اطلع هذا المجال المغناطيسي الناتج عن إيه؟ هذا هو إيه؟ الكرنت. المجال المغناطيسي الناتج عنه هيك، المجال المغناطيسي الناتج عن البي هيك، والمجال المغناطيسي الناتج عن السي هيو هيك بالأحمر محددهم. أوكي طيب برضو يعني هذا سواء أنه بحكي عن الانتنسيتي أو الدنسيتي نفس الشيء. أوكي هون بحكي أنا عن الدنسيتي، لكن الباختلاف هو بالبرميبليتي يعني لإلها. أوكي طيب لو اطلعت على هاي سواء الانتنسيتي أو الدنسيتي راح تلاحظ أنه هذا الماكسيموم. أوكي بي ام ساينوسويدل، مظبوط ساينوسويدل تساويين في القيمة هون، والزاوية طلع 0 120 240 هاي المجال المغناطيسي 0 هون 120 وهون 240. فبالتالي ايش طلع؟ راح يكونوا بالطريقة هاي دائما كونستانت بالنسبة للفيز A، كونستانت دايركشن بالنسبة للفيز A فيز B فيز C. لكن ما يهمني هون، اللي بيهمني بيهمنيش المجال المغناطيسي ناتج عن A ولا عن B ولا عن C، بيهمني التوتال أو النت دنسيتي. بيهمني التوتال، بتحكي أنت عن ماشين كامل، ما بيهمني أنا بالآخر فيز A ولا B ولا C. فبالتالي بدك تحسب أنت الدنسيتي توتال دنسيتي، بدك تاخذ المجموع لأنهم أوكي الناتج عن الفيز A والناتج عن فيز B والناتج عن فيز C. طب والله لو أخذنا أنه عند time equal zero، عند time equal zero جمعت هدول الـ 3 flux density at omega t equal zero، أخذت هاي at omega t equal zero وهاي at omega t equal zero وهاي at omega t equal zero، جمعتهم مع بعض هاي omega t equal zero، احسبهم راح تلاحظ انه بالاخر بيطلعوا عندك هاي القيمه، بيطلعوا عندي هاي القيمه. طيب لو الان عملت الاوميجا تي ايكوال 90، عدت العمليه ات اوميجا تي ايكوال 90 راح يطلع عندي هاي القيمه الماينس 90، هاي الاتجاه اوكي ماينس 90، فبالتالي تطلع هاي ماينس 90 بينات هون. ان ات اوميجا تي ايكوال 90 كم طلع؟ الزيرو الزاوية زيرو، هاي الزاوية زيرو. طيب ات اوميجا تي ايكوالز 180 كم طلعت هون؟ بزاوية 90، هاي زاوية 90. فبالتالي اذا بتلاحظ انه مع تغير الزمن كان ماينس 90 صار زيرو صار 90، مزبوط. فبالتالي يعني شو بتفهم انت؟ انه بلف هذا المجال المغناطيسي، إذا بتاخذ التوتال الماجنتيك فيلد دنسيتي راح تلاحظ انه بلف. اوكي لهيك هذا هو معناها انه روتيتنج ماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي بالاي سي سيستم، واللي بقصده هون بين قوسين يعني 3 فيز، هو روتيتنج ماجنتيك فيلد. هاي اول كونسبت بدكش تنساها، روتيتنج ماجنتيك فيلد، خلي بالك وذ كونستنت ماجنتيود، تطلع نفس القيمه مظبوط، ولكن الاختلاف وين؟ في الاتجاه. فبالتالي المجال المغناطيسي هو ايش؟ روتيتنج. هاي اول كونسبت في للمجال المغناطيسي في الاي سي سيستم، على عكس الدي سي. الدي سي ماشين ايش كان؟ كان كونستنت خلص، حسب هو فيز واحد باعتبار يعني حسب تدخل الكرنت بيمشي وبيبين الاتجاه. اذا بدك كون تعكس اتجاه المجال المغناطيسي
فقط اعمل انه بدل ما بين تو فيسز، بدل ما بين تو فيسز، يعني الكرنت اي اي بي سي رايح لفيز اي، رايح لفيز بي، رايح لفيز سي، بس انه اعمل خلي الكرنت الاي اي يروح لفيز بي والاي بي يروح لاي لفيز اي فقط، تغير فيز ما بين تو فيزز فقط لا غير، راح تعكس اتجاه المجال المغناطيسي، بدل ما يلف بالطريقه هاي راح تلاحظ انه ايش راح يلف هيك. تمام، في هون برضو العلاقه بدنا نشوف ما بين الالكتريكال فريكوانسي اند ذا سبيد اوف ماجنتيك فيلد. طيب تتذكر بالدي سي ماشين اخذنا العلاقه ما بين الميكانيكال انجل والالكتريكال انجل، الميكانيكال انجل والالكتريكال انجل. بدي انزل لتحت شوي، اذا بتتذكر حكينا انه الالكتريكال انجل هي عباره عن بي اوفر 2 واللي هي نمبر اوف بولز اوفر 2 ملتيبلاي الميكانيكال انجل، مظبوط ولا لا؟ اذا بتتذكر هاي في حاله الدي سي ماشين، وايضا في حاله الاي سي ماشين هي نفس العلاقه. شو المقصود بالالكتريكال انجل؟ اذا بتتذكر انه حكينا السايكل الالكتريكال سايكل عباره عن ايش؟ 360 درجه، وهي برضه هون 360 درجه. اوكي، الالكتريكال انجل هي ايش؟ النص، طلع هاي الالكتريكال سايكل من هون لهون هي الثيتا او الانجل. اوكي، وهي السايكل كامل. كونه الان انت بتحكي عن اي سي ماشين، انت بتحكي عن 3 فيز، تمام؟ بالدي سي كنت بتحكي عشان تحكي سايكل كامله اي واي برايم، كان عندي 1 فيز، بينما هون اطلع كم عندي 3 فيز، فبالتالي السايكل لازم ايش؟ تكون اي عليهم كاملين، يعني اي سي برايم بي اي برايم وهكذا عليهم كاملين، لانه عندي 3 فيز وكل وايندنج له ايش؟ 2 سيجمنتس، فبالتالي هاي الالكتريكال سايكل طلع هيهم 360 درجه اللي هو ايش؟ فيز اي وفيز بي وفيز سي، هاي الالكتريكال سايكل. تمام، بذكرك برضه الميكانيكال سايكل انه لازم، يعني قديش لازم تلف هاي البولز، هاي الاقطاب قديش لازم تلف مشان تنتج عندي 1 الكتريكال سايكل. اوكي، يعني البولز need to move 360 درجه among 1 الكتريكال سايكل، هاي البولز، هاي الان واس. اوكي، وهدول بدهم يلفوا، قديش لازم يلفوا مشان انت تكمل 1 الكتريكال سايكل، هاي الميكانيكال سايكل، قديش البولز لازم يلفوا مشان تكمل 1 الكتريكال سايكل، طلع لازم يلفوا 360 درجه. الان لازم تلف 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 ترجع على نفس المكان مشان تغطي هاي ال 1 الكتريكال سايكل. انويف يعني بالاخر، خاصه انا ايش بهمني انه تعرف انه هي عباره عن بي اوفر 2، سوري الالكتريكال انجل هي عباره عن بي اوفر 2 من الميكانيكال انجل. تمام، العلاقه هاي يعني. طيب الان انت هون بتحكي عن ان اس، يعني 2 بولز فقط لا غير. طب احنا احيانا الماشينز بيكون عندي 4 بولز 6 بولز، كيف اللي بيحدد وهذا الشيء؟ احيانا بتلاقي عندك سلوتس اكثر، سلوتس اكثر، يعني تطلع هاي عندي احنا حكينا ملفات ايه، لكن نفس الفيز ايه الوايندنج نفسه مدخله بكذا سلوت، تطلع هاي ايه وهاي ايه وهاي ايه وهاي ايه، عامل لنفس الفيز عامل عده سلوتس، هاي السلوتس هي بتولد لي بولز اكثر، كذلك للبي. شوف كيف، يعني هون كان 2 سلوتس لكل فيز، مظبوط، هون صار عندي 4 سلوتس لكل فيز، فبالتالي شو يعني؟ راح يولد لي بولز اكثر. تمام، فبالتالي تطلع هاي هون A1 وA2، خلينا نحكي هذا بولد بول، ولانك رجعت دخلته بسلوتس اخرى A1 برايم وA2 برايم، هاي راح تولد لي كذلك بولز ثانيين، فبالتالي كونه عندي تطلع هون هاي A2 هاي 4 سلوتس. اوكي، او يعني هاي سلوت 2 سلوتس، اوكي، بيمثلوا 1 اور 2 بولز، اوكي ان اس،
كذلك رجعت دخلت هيك A1 برايم و A2 برايم، أيضا في عندي 2 بولز ثانيين، فبالتالي number of poles هون كم؟ 4 أو زوجين من الأقطاب، يعني an acid اعتبر 1 أوكي، لكن number of poles هم هون 4 an s an s أوكي. فبالتالي لو بدك الآن أحكي لك وين الإلكتريكال سايكل هون، طلع بهمني عشان تكمل الدورة الكهربائية A B C A B C، هاي إلكتريكال سايكل، هاي إلكتريكال سايكل فقط، تمام؟ هون بترجع هون بعيد نفسه، قد ما بتحط إلكتريكال سايكل ثابتة إنه إيش في عندي A B C A B C، هاي وين إلكتريكال سايكل، تمام؟ واللي هي 360 درجة. الآن هون الميكانيكال أنجل بحاجة إنه تتحرك قديش مشان تنتج لي among one electrical cycle، هي هاي هي هيك صح، هدول هي one electrical cycle، مشان ترجع نفسها بحاجة إنه فقط تتحرك البولز هاي تتحرك 180 درجة، يعني فيش داعي إنها تلف كاملين هون، لفت كاملين هون لا، مشان يرجعوا الأقطاب زي ما كانوا، فقط بحاجة إنه تلف 180 درجة، تمام؟ فبالتالي أنا بالآخر أنا إيش بهمني شباب، إنه بهمني تعرف هاي العلاقة الإلكتريكال أنجل هي بي أوفر 2 من الميكانيكال أنجل، أوكي؟ بتشوف قديش عندي أقطاب مغناطيسية، عدد أقطاب مغناطيسية، بتقدر تحسب العلاقة ما بين الثيتا إلكتريكال أنجل والميكانيكال أنجل، تمام؟ طيب برضو كونه السبيد أو الأنجل سبيد ما هي عبارة عن مشتقة الثيتا، مظبوط، بقدر أحكي إنه برضو نفس العلاقة إنه ال electrical speed equals p over 2 من الميكانيكال سبيد، تمام؟ واللي فريكونسي شو علاقتها بالسبيد؟ ما هي 2 by f، الأوميجا عادة 2 by f، مظبوط. فبالتالي بقدر برضو أحكي إنه الفريكونسي electrical frequency equals p over 2، خلينا نحكي الميكانيكال فريكونسي مثلا، اوكي. فبالتالي هاي العلاقات تكون عارفها، نفس الشيء العلاقه اللي بربط بينهم هي p over 2 الانجل للسبيد للفريكونسي، اوكي. فبالتالي p هو number of poles، electrical speed الاوميجا اي electrical speed، والاوميجا ام هي الميكانيكال سبيد، اوكي. الاف اي هي الالكتريكال فريكوانسي، طبعا ركز على اليونت هيرتز، هاي ريت لكل سكند الاوميجا، اوكي. والاف ام هي ايش؟ روتيشن اوف ماجنتيك فيلد، اوكي. هاي ميكانيكال هاي الكتريكال، الفريكوانسي ايش بنقيس اليونت لها؟ ريفوليوشن بير سكند، ريفوليوشن بير سكند هون يعني revolution per second بالآخر بتمثل، أوكي؟ لكن كهربائياً إيش بيحكوا لها هيرتز، أوكي؟ فبالتالي هاي العلاقات بتكون عارفهم. عفواً. لكن الآن بدي برضو أوصل لشغلة مهمة من هاي العلاقة، أنا ما كانت موجودة في الدي سي ماشين. لو أخذنا هاي العلاقة frequency electrical frequency equals p over 2 mechanical frequency، أوكي؟ لو كتبنا الـ FM بصيغة الـ NM، شو الفرق بين الـ F والـ N والـ Omega؟ هم بيمثلوا سبيد، الـ F والـ N ذاكرين N كنا نرمز لها الآن، والـ Omega هم كلهم سبيد، ولكن الاختلاف باليونت، الـ Omega هي ريت لكل سكند، الـ N هي revolution per minute، شو كنا نحكي، والـ F هي إيش؟ revolution per second. فبالتالي هو الاختلاف فقط في ايش؟ في اليونت. اذا بدك تحول من فريكونسي، الفريكونسي بقدر اكتبها من هي الان ام اوفر 60، لانه هاي بير سكند والان ام هي بير مينيت، فبالتالي بقسم على 60، بقدر اكتبها بصيغه الان ام واقسم على 60. الاختلاف هي فقط في اليونت، فريكونسي هي بير سكند ريفوليوشن بير سكند، والان ام هي ريفوليوشن بير مينيت، فبالتالي بقسم على 60 لانه هاي بير مينيت وهاي بير سكند. طيب هاي المعادلة بالآخر إيش بوصل لها؟ يعني عبارة عن الـ FE equals NMP over 120، هاي العلاقة شايفينها؟
هي تدرس العلاقه ما بين الفريكونسي، اي فريكونسي، الكتريكال فريكونسي او الفريكونسي تاع السيستم، اوكي، والان ام هي سرعه المجال المغناطيسي. لما بحكي ان ام هي سرعه المجال المغناطيسي بتمثل، اوكي، والبي هو نمبر اوف بولز. فبالتالي اذا تطلع على العنوان هون كان هو بده يدرس العلاقه ما بين الالكتريكال فريكونسي، الفريكونسي الموجود بالسيستم، وسرعه المجال المغناطيسي، لانه هو روتيتنج. بمعنى اخر، لو عندك انت ماشين اي سي ماشين، اوكي، موتور، خلينا نحكي سواء موتور او جنريتور، هو بالاخير نفس الشيء، اوكي، بس اعتبره موتور، وانت مدخل عليه من شركه الكهرباء، مدخل جايتك الكهرباء 3 فيز على هذا الموتور. طيب ما هو شو الفريكونسي؟ يعني هذا الكرنت اللي جاي هو عباره عن فريكونسي بالاخر، يعني كم هيك بتمثل، ما هي فريكونسي، اوكي، قديش البيريود ما هي بتمثل 1 اوفر تي. فبالتالي الفريكونسي هو محكومه او مرتبطه ما هي بالكرنت. فبالتالي هذا السيستم، الكرنت الجاي من السيستم او من شركه الكهرباء، اوكي، له فريكونسي. بالنظام الاردني الفريكونسي له 50، في النظام الاردني 50، في انظمه اخرى بتلاقيها 60، هم عاده 50 او 60، فيش غيرهم يعني، اوكي. فبالتالي انت اللي برضه المجال المغناطيسي هذا، انت داخل الماشين في عندي روتيتنج ماجنتيك فيلد له سبيد، قيمه السبيد هي الان ام. سرعه المجال المغناطيسي هي ارض ايضا عاده مرتبطه بسرعه الروتر عاده، بس الان راح، مش دائما، الان راح احكي لك كيف، تمام. فبالتالي لازم تكون سرعه المجال المغناطيسي مرتبطه بالفريكونسي تاع السيستم من خلال هاي العلاقه. هاي العلاقه مهمه جدا، هاي العلاقه مهمه جدا. الفريكونسي للسيستم او للفولتج اللي بتولده انت من الجنريتور او الجايك للموتور، للارمتشر يعني للستيتور، انا بحكي بكذا يعني مصطلح عشان تكون فاهم، هذا الفريكونسي للكرنت اللي موجود بالارمتشر او للستيتور او للسيستم اللي جاي من الشبكه او طالع على الشبكه، لازم تكون محكوم ايش من خلال هاي العلاقه مع سرعه المجال المغناطيسي، تمام. فبالتالي هاي السيستم فريكونسي، والان ام هي سبيد سرعه المجال الماجنتيك فيلد، اوكي، سرعه الماجنتيك فيلد، تمام، هاي الان ام. لكن قبل شوي حكيت لك انه هي نفس سرعه الروتر، ما هو الروتر بلف والمجال المغناطيسي بلف، تمام. الان ام وهي سرعه المجال المغناطيسي بتساوي سرعه الروتر في حاله السينكروس ماشينز. مره ثانيه، سرعه المجال المغناطيسي بتساوي سرعه الروتر اذا كان السيستم سينكروس. لازم تكون مرتبطه بهذه العلاقه، لازم اجباري، اوكي، والا السيستم بيكون فيه خلل، ما بيزبطش. لا راح احكي لك كيف ممكن يصير في خلل. اذا كان سرعه الموتور اقل بشوي من سرعه المجال المغناطيسي، هو اندكشن ماشين، تمام. فبالتالي هذيك تعرفها، سرعه المجال المغناطيسي بتساوي سرعه الروتر في حاله السينكروس ماشين، اقل شويه يعني مش متساويين، فهو اندكشن ماشين، اوكي. هاي راح ندرسه ديتا. فبالتالي ركز على هاي العلاقه، انه الفريكونسي مرتبط بسرعه المجال المغناطيسي من خلال هاي العلاقه بي اوفر 120. طيب مشان اوصل للانديوس فولتج اللي بالاي سي ماشين، بذكرك في حاله الدي سي ماشين شو كان الانديوس فولتج؟ الاي اي اذا بتتذكر هي كي فاي اوميجا، كي فاي اوميجا هي كانت الانديوس فولتج في حاله الدي سي ماشين، في حاله الدي سي ماشين. في حاله الاي سي ماشين هو نفس الدي سي ماشين مع شويه اختلاف، خلينا نشوف شو شويه الاختلاف. انا بديش الان ادخل في كيف اشتقاق لاوصل العلاقه، لانه نفس الشيء احنا شرحناه في الدي سي ماشين، اوكي، بامكانك تقراه لوحدك يعني، بالامتحان مش راح اجيب لك اثبات اوريدي يعني، لكن العلم بدك تزداد علما اقرا شوف الاثبات. لكن انا بدي احكي لك شو الاختلاف عن الدي سي ماشين. في الدي سي ماشين كان البولز هيك اذا بتتذكر، او هيك في حاله الدي سي ماشينز،
في حالة الـ AC machines هيك اتجاه البولز. اوكي يعني ما يعني ما في عندي بولز اقطاع مغناطيسية موجودة هيك. في الدي سي ماشين كانوا موجودين، كانوا بارزين. تمام؟ فبالتالي اعمل مثل ما كنا نعمل اللي هو الانديوز فولتج كامل، هو عبارة عن السيجمنت اي بي والسيجمنت بي سي والسيجمنت سي دي ودي اي، وهاي الايكويشن هي الانديوز فولتج. تشتغل مثل ما كنا نشتغل عادي، وبتشوف الاتجاهات. اوكي راح تلاحظ انه راح اوصل لعلاقه انه الانديوز فولتج بتساوي فاي اوميجا ساين الاوميجا تي. وين الاختلاف؟ شوف في عندي هون ساين الاوميجا تي، في الدي سي كان يطلع 1 صح؟ ما كانش ساين. ليش؟ لانه في الدي سي ماشين كان الفلكس، لانه هيك اتجاه البولز البول فيسز، الفلكس كان يكون عمودي على اللوب سيرفيس. مش يكون نضل نحكي انه الفلكس هو عمودي على اللوب سيرفيس اوكي او على الروتر سيرفيس، لكن هون لانه اتجاه البولز هيك مش زي هيك، ما فيش انه الفلكس عمودي على الروتر سيرفيس، وبالتالي راح تطلع عندك الساين، ساين الانجل راح تطلع مش ما بتساويش 1. هاي اول اختلاف، هاي الاختلاف. تمام؟ لهيك ظهرت عندي الساين، لهيك هو الاي سي. تمام؟ طيب الشغله الاخرى هون راح تلاحظ انه من خلال بالاثبات كان عندك المساحه اللي بتاخذها هي اسطواني الشكل، بينما هون لا ريكتانجل بدك تاخذها، يعني طول في العرض راح تاخذ المساحه. هاي هي فقط الاختلاف. فبالتالي بامكانك تقرا لوحدك وتشوف انه هاي الاختلاف نفس تقريبا العلاقه اللي هي كي فاي اوميجا، هون راح تكون كي كذلك كونستانت، بيعتمد حسب عدد اللفات اللي راح نشوفها كي وفاي اوميجا، ولكن شو زاد عندي هون؟ ساين اوميجا تي، لانه الزاويه راح تظهر مش عمودي، الفلكس مش عمودي دائما على روتر سيرفيس، راح تظهر عندي زاويه. اوكي؟ فبالتالي هذا هو ايش الانديوز فولتج؟ فاي اوميجا ساين اوميجا تي، هاي للسنجل لوب. تمام؟ طيب اذا عندي كذا لوب ملتبلاي ان واللي هي بتمثل كي، يعني هون الان ايكوالز 1 اثباتنا هون كان الان ايكوالز 1، اذا هون عندي عدد لفات اكثر او لوبز اكثر ان اوكي، فبالتالي ان فاي اوميجا اوكي. طيب كونه عندي 3 فيز، انت بتحكي عن فيز اي فيز بي فيز سي، فبالتالي تطلع ايش هذا هو الستيتور، خلينا نحكي هذا الفيز A induced voltage، وهذا هاي A وهاي B وهاي C، فبالتالي تطلع الـ induced voltage في الـ AC تطلع على على الفانكشن راح يكون N phi omega واللي هي K phi omega يعني، وهاي N phi omega N phi omega نفس القيمة ملاحظين، ولكن الاختلاف وين هو؟ بالساين، ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي ماينس 120، ساين اوميجا تي ماينس 240. فبالتالي انت هيك بتولد او بيجيك يعني اي سي اوكي 3 فيز متساويين في القيمه، و الانجل ما بينهم هو 120. تمام؟ فبالتالي طلع ساينوسويدال ويف فورم، هاي هي للفولتج انديوز في كل فيز. اذا بتلاحظ هو نفسه كي فاي اوميجا، هي نفسها كي فاي اوميجا، لكن كي هناك كانت 2 اوفر اوفر باي اوكي، هون هون ان. تمام؟ وهون كونه اي سي عندي ساين اوميجا تي، كونه 3 فيز ساين اوميجا تي ماينس 120 ماينس 240. الا لو حكيت لك قديش الماكسيموم، غالبا خلص بتعاملنا 3 فيز باخذ سنجل فيز، الماكسيموم اللي هون كم؟ تسمع طبعا هون الان نمبر اوف تيرن بير فيز، فلكس هي 5 فلكس والاوميجا هي سبيد. الماكسيموم هاي الماكسيموم، هاي هم ان فاي اوميجا، هاي الماكسيموم انديوز فولتج ماكسيموم ان فاي اوميجا بير فيز. تمام؟ طب الار ام اس شو بعمل؟ بقسم الماكسيموم عاده على جذر 2، مظبوط؟ هيك الماكسيموم بقسمها على جذر 2، هيك اخذناها في المحاضرات السابقه وهيك اخذتوها بالسيركت 2. فبالتالي هي هاي الاي اي اللي كنا نرمز لها، لانه عاده القيم معطاه بالار ام اس، القيم دائما معطى بالار ام اس اوكي. فبالتالي ان فاي اوميجا اوفر جذر 2 اوكي. طبعا الاوميجا حكينا بامكاننا نكتبها ايش؟ كذلك بصيغه 2 باي اف
فبالتالي شوف على ايش بيعتمد الانديوس فولتج، مشابه للدي سي، ولكن ايش بعض الاختلافات البسيطه. يعني وانت بتدرس لا تعجبك حالك اكثر من اللازم، شوف وين الاختلاف البسيط وبتعدل فيه. اوكي هاي اللي إيه هون كاتبها بصيغه الفريكوانسي، يعني صيغه اخرى لها. اوكي الكاتب مكان الاوميجا 2 باي اف. اوكي طيب الان كونه 3 فيز احيانا انت بتعرف انه بيكون مشبوك اما دلتا او واي، ما فيش خيارين، خيار غير هيك دلتا او واي. طيب اذا كان هذا مشبوك واي تمام، واحنا بنحكي قبل شوي الانديوس فولتج بير فيز، يعني هاي الاي اي على الفيز الواحده من هون لهون، لكن الفي تي اور تيرمينالز فولتج من وين لوين؟ من بين الطرفين، بين اللاين لللاين. شو علاقه لاين تو لاين للفيز؟ جذر الثلاثه، الفي تي جذر الثلاثه الاي اي او الفي فيز تمام. لكن اذا كان دلتا العلاقه ما بين اللاين تو لاين هو نفسه الفي فيز صح، فبالتالي الفي تي ايكوالز الاي اي. طيب هذا question هيك سريع، معطيني two pole generator number of p equals two، معطيني density flux density معطيني إياها جوا المشين، معطيني mechanical rotation less shaft speed أوكي، ومعطيني stator diameter، ومعطيني length للكويل، ومعطيني 15 turns per coil، والماشين is connected is y connected okay، وبده ال 3 phase voltages as function of time زي ما حكينا قبل شويه، بده ال voltage as function of time. يعني بدي احكي ال 3 phase هو بده اياه، this voltage a وال b وال c n phi omega sin omega t، مش هيك طلعناها قبل شوي؟ n phi omega sin omega t، ال n موجوده معي 15. طيب الاوميجا موجوده معي، معطيني سرعه الشافت هي 360، لكن فقط انه شو بدك تعمل؟ تحول اليونت، هي معطيني اياها ريفوليوشن بير مينت، والاوميجا شو اليونت لها؟ راديو كل سكند، فبالتالي 2 باي اوفر 60، 2 باي اوفر 60. هاي لا تنسوا، هاي هون العلاقات لا تنساهم، هي كيف تحول من الان للفريكونسي بتقسم على 60، من الفريكونسي للاوميجا ملتبلاي 2 باي، من الان للاوميجا ملتبلاي 2 باي اوفر 60. اوكي هاي برضو بامكانهم يساعدوك مشان ما تخربط يعني، فبالتالي من الان للاوميجا ملتبلاي 2 باي اوفر 60 هي هون، فبالتالي بقدر اطلع الاوميجا. والفلكس كيف بدي اوجدها؟ موجود معطيني هو الدنسيتي بالماشين، معطيني الدنسيتي صح، ولكن بقدر اوجدها من خلال A B. الفلكس هي عباره عن الA في البي مزبوط، الفلكس عباره عن المساحه في الدنسيتي. طيب البي موجوده معي والA قبل شوي حكيت لك بياخذ مش اسطوانه الشكل، بياخذ از ريكتانجل اوكي، المساحه اللي لازم تاخذها تاخذها كمساحه ريكتانجل اوكي، واللي هي عباره عن ايش؟ يعني خلينا نحكي الطول في العرض اوكي، هون يمكن عاملها هاي اللوب، ما راح اخذها اسطوانه الشكل لانه حكينا البول اتجاههم مش مثل الدي سي تمام، فبالتالي فقط هون الاي هي عباره عن الطول في العرض اللي هي عباره عن ايش؟ 2R او الدياميتر يعني اوكي، في ايش؟ ال هاي اللين بالويث اوكي، فبالتالي هي عباره عن اللينث هاي في الدياميتر هاي اور 2R، R هي بتمثل نصف القطر. طيب فبالتالي بقدر اوجدها اللي هي ال R موجوده معي وال L موجوده معي، هاي الدياميتر موجوده معي نص، واللينث للكويل موجود معي، فقط ايش؟ تعويض مباشر يعني تمام. فبالتالي انت هيك بتكون انت اوجدت الانديوس فولتج از فانكشن اوف تايم ساين اوميجا تي في حاله الفيز بي وحاله الفيز سي. فقط شو الاختلاف؟ نفس القيمه راح تكون، بس فقط اختلاف هون ماينس 120 هون ماينس 240
الزاوية ما بينهم 120 فقط لا غير. بده ال RMS phase voltage. ال RMS عبارة عن ايش؟ بتقسم الماكسيمم على جذر 2 فقط لا غير. بتقسم الماكسيمم هاي على جذر 2 بتطلع معك ال EA ال RMS value. تمام؟ زي ما حكينا قبل شوي. بده ال VT terminal voltage. هي نفس ايش؟ ال EA اما بتقسم اما ملتبلاي جذر 3 او نفسها صح؟ هيك حكينا قبل شوي. بده الاطراف ال VT لانه مشبوك واي لانه مشبوك واي فبالتالي ال VT شو بتساوي؟ جذر 3 في ال EA لانه مشبوك واي. لو مشبوك دلتا شو بيكون القيمه؟ VT equals ايش؟ EA مباشره. تمام؟ هاي بما يتعلق بالانديوز فولتج بدك تراعي الاختلافات انه 3 فيز اوكي زي ما بينهم 120 و يعني الاختلاف تراعي شوف وين في اختلافات بسيطه اوكي. فبالتالي الكونسبت تقريبا نفس الشيء بس بدك تراعي الفروقات. الارميتشر هون هو الستيتر وليس الروتر من بدايه الماشينز واحنا بنحكي عن هاي الشغله. تمام؟ التورك كونديوز ان كرنت كان جلوبال. انا بدي اشوف شو علاقة الديوز فولتج على شو بيعتمد. برضو بديش ادخل في الاشتراك. نفس الشيء نفس الشيء. الديوز تورك هي عبارة عن الـ AB تورك عند الـ AB والتورك على الـ BC وعلى الـ CD والـ DA. فبالتالي تحسب كل واحدة على كل سيجمنت راح يطلع معي بالاخر. هاي اللي بيهمني هون لأنه إثبات ما راح أجيب لك. أوكي إثبات ما راح أجيب لك ولكن ضروري إنك تعرف لإلك ضروري إنك تعرف شو بصير. تمام؟ راجع المحاضرات السابقة كيف شرحت إنه كيف حسبت السيجمنت لأن التورك على كل سيجمنت نفس الشيء ولكن هون شو راح يطلع عندي؟ الزاوية فقط لا غير. تمام؟ طيب راح تلاحظ إنه الديوز تورك هون هاي العلاقة وهي مشابهة للعلاقة اللي طلعت بالدي سي ماشين ولكن هون في عندي ساين ثيتا. اوكي فبالتالي هاي علاقه الديس فولتج بدك تشوف على شو بيعتمد. مشابه للدي سي ماشين. تمام؟ الدنسيتي لينث الكرنت اوكي ولا تنسى ساين ثيتا. ايضا في عندي في الانديوس تورك في برضه اشتقاق لعلاقه اللي هي برضه بديش اثبتها واساسا الوقت لا يسعني انه احكي عنها لكن بهمني انه تعرف انه الانديوس تورك هو عباره ايضا كي اللي هو كونستانت بي ار كروس البي اس. يعني شو المقصود ببي ار؟ هو الدنسيتي نتيجه الروتر كاتبه فوق اوكي والبي اس هو الدنسيتي الفلكس من الستيتر اوكي. بي ار للروتر والاس للستيتر فبالتالي بي ار كروس البي اس هاي بتمثل الانديوس تورك. إذا البي اس هون وهاي الفلكس الناتج من البي ار أو من الروتر أوكي وهي الزاوية ما بينهم هاي قيمة الانديوس تورك أيضا. فبالتالي في عندي علاقتين هاي علاقة وهاي علاقة أوكي. طيب شباب بنكتفي لحد هون وادخلوا على البارت 2 أوكي. يعطيكم العافية.